مولاي أبرهة، ماذا وراءك يا وزير؟ أخشى أن تهاجمنا قبائل العرب من خلفنا. لا من خلفنا ولا من أمامنا، ولن يأتينا سهم واحد من العرب. ما هذه الثقة يا مولاي؟ اسمع يا وزير، إن أهل مكة أهل تجارة وليسوا أهل حرب. وأهل حمير واليمن يا مولاي لا فرق لهم، فالعرب نائمون عنا. العرب ليسوا أهل قتال، فسر ولا تخف. يا عبد المطلب، يا سيد قريش، لماذا لا تجمع قريش أحلافها وتقاتل أبرهة؟ يقولون إن أبرهة جاء بجيش لا قبل للعرب به. جيش عرمرم قوامه 60,000 جندي و9 أفيال، فانظروا ماذا تفعلون. لئن لم يجتمع العرب للدفاع عن بيت الله الحرام أصابنا الله بنوازل لا قبل لنا بها. والله ليس فينا من جبان ولا خائن، ولكنه الواقع الذي نصادفه. لا قبل لنا بجيوش أبرهة. علينا معشر حمير أن نهاجم جيوش أبرهة مهما كان الثمن. إذا دخلوا بلادنا ذبحوا أبناءنا، ولن يبقوا على أحد يد نفر. علينا أن نقاتل أبرهة وفيلة أبرهة. فلنبدأ القتال. Abraham started his plan to demolish Al-Kaaba, and he equipped his forces to do so. Abraham avait commencé à réaliser son plan pour détruire la Kaaba. Aussi, il avait armé ses hommes pour le faire. Thank you.
فهزم ذو نفر وأصحابه وأتي به أسيرا. فلما أراد قتله قال له ذو نفر: يا أيها الملك لا تقتلني، فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من القتل. فتركه وحبسه عنده في وثار. وقال نفيل: أيها الملك لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيلتي بالسمع والطاعة. فخلى سبيلا. وهكذا تفرقت القبائل في قتال أبرهة، وقاتلت كل قبيلة عن نفسها، فهزمهم حتى وصل إلى مشارف مكة، فأخذ 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم. لم يكن أبرهة ليفعل هذا لولا الضعف الذي رآه من معشر العرب. نحن معشر كنانة دبرنا أمرنا ورفعنا رماحنا لقتال أبرهة. وكذلك هذيل، ليس لنا طاقة بهم. أتتركهم بعدما أخذوا بعيرك يا سيد قريش؟ أنا حباطة الحميري رسول أبرهة إليك يا سيد قريش. ماذا تريد؟ الملك يقول لك: إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت. ولا نحن نريد حربا، وما لنا بذلك من طاقة. فانطلق معي إلى أبرهة. لا تذهب يا سيد قريش. أتى إليك عبد المطلب سيد قريش. فليتفضل. أريد إبلي أيها الملك. تريد إبلك؟ أتيت لأهدم بيتكم، البيت الحرام كما تسمونه، وتقول أريد إبلي؟ نعم أريد إبلي، فأنا رب الإبل. والبيت؟ البيت رب يحميه. ما أعجبكم من قوم؟ جئت لأقطع أرزاقكم وأحتل بلادكم وأهدم بيتا تقدسونه، ثم تقول هكذا؟ يا حباطة أعطيه إبله. أمرك يا مولاي. وخلوا بيني وبين البيت، سأهدم الكعبة. وبينما هما في وادي محسر بين المزدلفة ومنى، أقبل نفيل بن حبيب. فلما وجهوا الفيل إلى مكة قام إلى جنب الفيل، ثم أخذ بأذنه فقال: أبرك محمود وارجع راشدا من حيث أتيت، فإنك في بلد الله الحرام. وترك أذنه فبرك الفيل. برك الفيل ولم يقم ليتقدم إلى الكعبة. وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال يقوم ويهرول.
وبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقار وحجران في رجلين. لا تصيب أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه ففروا هاربين، يموج بعضهم في بعض. أما أبرهة فقد رجع وهو يتألم وتتساقط أنامله أنملة أنملة، فلما وصل إلى اليمن انصدع صدره عن قلبه فهلك لعنه الله. للبيت رب يحميه، حمدا وشكرا لك يا رب البيت الحرام.